فندم. اهلا بيك. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك دكتور محمد. اتصرفت وخدت قرارات سريعه بخصوص ما تم في كنيسه المنيره بامبابه، وايه القرارات اللي هتبداوا تنفذوها كبيت العائله المصريه ان شاء الله؟ حضرتك اولا انا لله وانت اليه راجعون. ونعم بالله. لله ما اخذ لله ما اعطى ونعم له ان ياخذ ما شاء ممن شاء في اي وقت شاء. ونعم بالله. رئيس بيت العائله المصريه والامين العام لبيت العائله والامين المساعد ومجلس امناء بيت العائله ولجانه التنفيذيه وفروعه، في الحقيقه الجميع يمعون هذا الحادث الاليم الذي وقع في كنيسه الشهيد العظيم ابي سيفين بمنطقه الجيل. نعم. يتقدمون بخلف التعازي. نعم. اسر الضحايا سائلين المولى عز وجل لهم الرحمه والمغفره والسلوان لاسرهم. نعم. في الحقيقه نحن اذ نعزي اولا اسر الضحايا ندعو الله ان يمن على المصابين بالشفاء العاجل. اللهم امين. كررتوا هتعملوا ايه يا دكتور محمد؟ لا بس بدايه لابد وان يعني الواجب ان نقدم التحيه والتقدير لفخامه السيد رئيس الجمهوريه. نعم. حضرتك لمتابعته الفوريه من صباح اليوم لهذا الحادث ومن توجيهاته لكافه اجهزه الدوله المعنيه في تقديم اوجه الرعايه الصحيه للمصابين. نعم. في الحقيقة بيت العيلة المصرية بصفتي أنا المنسق العام لبيت العيلة المصرية. نعم. والاشتراك مع السيد اللواء الفحام رئيس لجنة لجنة الرصد، قمنا اليوم حضرتك بتوجيه بصفة عاجلة طبعا بالتواصل مع جميع اللجان النوعية ببيت العائلة المصرية على مستوى الجمهورية للقيام بداية بزيارات ميدانية لأسر الشهداء بجانب تقديم الدعم والرعاية. هاي لأنه الدعم النفسي أنا مصر دكتور محمد، الدعم النفسي في غاية الأهمية وبأقصى سرعة أرجوكم. يعني الدعم حضرتك المادي الدولة بقيادة فخامة الرئيس تولاك، لكن الدولة مش مقصرة في ده، بتكلم عن نفسي والمعنى. أنا أقصد حضرتك الدعم النفسي حضرتك يعني عملية الزيارات تقديم الدعم حضرتك المعنوي الدعم النفسي لبث الطمأنينة في نفوس إخواننا. سريعا سريعا بعد إذنك دكتور محمد أبو زيد. حضرتك والعلى وخصوصا الأطفال. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد.